ننتظروا من مباراة فريق الرجاء البيضاوي وكوكب مراكشي أنها تكون مباراة قوية، وإن شاء الله نربحوا ونرجعوا بالرباح للدار البيضاء. ولكن راه ماشي ساهل، حنا لاعبين مع فريق الكوكب المراكشي اللي كيدربوا إطار وطني اللي هو فتحي جمال، وإن شاء الله غنربحوا ديما رجاء. شكرا. كنتظر المقابلة تكون قوية وكنتمنى الفوز الرجاء بنتيجة ثقيلة إن شاء الله، وديما 2-0 على الأقل 2-0، وديما رجاء، ديما رجاء، فيف رجاء، رابحين إن شاء الله وربي كبير، رابحين إن شاء الله، ديما رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا بعدا الاستضافة ديال فريق الكوكب المراكشي لهذا الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، وكنتمناو إن شاء الله دوز المقابلة في واحد الجو حميمي وتكون الرجاء ان شاء الله هي الفائزه، وهذا الجمهور الكازاوي يرجع للدار البيضاء ان شاء الله فرحان بالنتيجه ان شاء الله. شكرا. كنتظر المقابله ديال الكوكب مراكشي والرجاء البيضاوي، انتصار الحليف الرجاء البيضاوي، وديما ديما رجاء، وديما ديما رجاء. بالنسبة للشوط الأول في فريق الرجاء البيضاوي أدى واحد المقابلة مزيانة وكان هو اللي يستاهل الانتصار، ونتمنى إن شاء الله في الشوط الثاني يكمل إن شاء الله على المسار اللي بدا في الشوط الأول، وإن شاء الله انتصار فريق الرجاء البيضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعلم الجميع أن فريق الرجاء البيضاوي جا الملعب الحارتي باش حقق واحد النتيجة إيجابية، وهذا لاحظناه في الشوط الأول اللي كان فريق الرجاء البيضاوي باين فيه على النية ديالو بالفوز، وكنتمناو إن شاء الله يستمر في الشوط الثاني ونحقوا فوز إن شاء الله، لأن طامحين باش نحافظوا على اللقب اللي كان بحوزة ديالنا العام اللي فايش، وديما رجاء. الشوط الأول كانت فرصة متاحة لفريق الرجاء البيضاوي، من بعد 10 دقائق جات فرصة للكوكب مراكشي، ومن بعد المقابلة ديال فريق الرجاء البيضاوي لعب بواحد الخطة بريسينغ وداك الشيء حاول يسجل الإصابة الأولى وغادي باش يسجل الإصابة الثانية. والشوط الأول داز الريتم طالع لفريق الرجاء البيضاوي، تيبان فريق الرجاء البيضاوي قوي في التيران. صراحة مقابلة شيقة، أحسن مقابلة اللي شفتها في هذه السنة هذه، واللي زاد الجمال ديال هذه المقابلة هو الجمهور، الجمهور اللي كان رائع، سواء الجمهور ديال الدار البيضاء اللي تنشكروا اللي حج بكثرة، والجمهور ديال مراكش، وكذلك تنشكر اللاعبين ديال الفرقة ديالنا اللي داروا واحد المقابلة رجولية واستطاعوا باش يرجعوا بنقاط الفوز بفريق ناقص. كذلك من نقص من القيمة ديال الكوكب المراكشي، فحتى هو كان في المستوى وقام بواحد المقابلة ممتازة، وفي في المجموعه مقابله شيقه، وتنتمنى ان بحال هذه المقابلات اللي نشوفوا في البطوله ديالنا الوطنيه. بون فريق الرجاء البيضاوي في الشوط الاول في الدقيقه 45 كان المقابله كان لعبها مزيان، ولكن في الشوط الثاني فريق الكوكب يعني بدل الايقاع ديال المقابله بعد طرد جوج ديال العناصر، وهذا ما خلاش فريق الرجاء البيضاوي ما تكونش عنده ديك العزيمه ويلعب واحد يعني بصرامه. وفريق الكوكب المراكشي ماشي انه فريق يعني غادي نقلوا المعنويات ديالو، فريق الكوكب المراكشي فريق يعني عريض، وحتى فريق الرجاء البيضاوي عنده مستوى وعنده عناصر يعني جيدين وملتزمين يعني في يعني كيلعبوا كره يعني مزيانه، وهذا ما منعش فريق الرجاء البيضاوي باش يدوا انتصار هنا من فريق المراكش. ولكن كنقول فريق الكوكب المراكشي انه بقى له مقابلات اخرين، هذا ما كيفقدش المعنويات ديال الفريق المراكشي انه غادي يفقد مثلا الزعامه، بقى عنده مقابلات وغادي يقدر يحصل على 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 نتائج يعني ايجابيه. وفهاد بعد المناسبه كنشكر عاوتاني فريق الرجاء البيضاوي اللي حصل على هذا الانتصار، وشكرا.